بيئة صناعية اللي فيها يحس انه بيتعلم وبيبدع وبينتكر، وبيئة تعليمية احس ان انا جوه مصر، دمج الاثنين مع بعض. دي كلها سلايدز احنا حريصين على انها توصل لحضراتكم. مدى سعادتي النهاردة اننا معانا يعني رؤساء مجالس ادارات شركات كبيرة، قد ايه انا سعيد انهم يشوفوا الحلم اللي بيديكم ان شاء الله هيتحقق. اللي بعده معامل كهربية ومراكز ابتكار وابداع، ورش السيارات، ورش ميكانيكا وتصنيع، معامل فلويد واحتراق، معامل كيمياء وفيزياء، دي كلها انتر ديسيبلينري لابس. وهنشوف ازاي المحور الثاني اللي هو بعد التخرج علشان نحول المهندس الخريج الى باحث.